ألمانيا القوية في صالح أوروبا أم ضد أوروبا؟ ده سؤال. هل ألمانيا لو استمرت قوية جدا جدا ده في صالح أوروبا وتبقى قاطرة بتاخد كل القطار الأوروبي إلى الأمام، ولا قوة ألمانيا المفرطة على حساب أوروبا؟ هنا في إجابتين. إجابة بتقول إن قوة ألمانيا وازدهار ألمانيا وتقدم ألمانيا في مصلحة أوروبا، وإجابة تانية بتقول لأ، القوة المفرطة الألمانية قد تؤدي إلى انهيار الاتحاد الأوروبي وتفكك أوروبا. المعادلة حضراتكم التي حكمت أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إيه هي المعادلة؟ لأن أوروبا كانت بتحكم العالم، كانت بريطانيا وفرنسا قوتين عظميين، جم قوتين جداد الاتحاد السوفيتي وأمريكا، وبالتالي دول عندهم تصور للعالم. أمريكا إيديها على أوروبا، إيه تصور أمريكا لأوروبا؟ التصور ببساطة كده، أمريكا إن داخل أوروبا، روسيا أوت خارج أوروبا، ألمانيا داون تنزل لتحت. ده التعبير العام عن الاستراتيجية الأمريكية في أوروبا، إن أمريكا تتواجد في أوروبا، روسيا خارج أوروبا، ألمانيا لا تحكم أوروبا أو لا تعود إلى مستوى القوى الألمانية قبل الحرب العالمية الثانية. دلوقتي رجعت ألمانيا تانية مرة أخرى إلى مستوى قوي جدا جدا وتحكم الاقتصاد الأوروبي والسياسة الأوروبية. إحنا في دولتين بيحكموا أوروبا، دولة تحكم أوروبا رسميا اللي هي بلجيكا، العاصمة بروكسل في الاتحاد الأوروبي، هنا حكومة أوروبا، إنما دي الحكومة الرسمية، إنما الحكومة الفعلية والواقعية والقوة التي تحكم أوروبا هي برلين وليس بروكسل. البعض غاضب من الصعود الألماني، ويمثل أو يشرح هذا الغضب في النقاط التالية. نمرة واحد، إنه في فائض ألماني تجاري عملاق أكثر من 280 مليار دولار فائض، ده معناه أكثر من ربع تريليون دولار فائض، وده على حساب دول أخرى في أوروبا طبقا للغاضبين. نمرة اتنين، إن ثراء ألمانيا مش معناه ثراء كل دول أوروبا، في دول في أوروبا فقيرة وتعاني، ودول عندها مشاكل كبيرة جدا زي اليونان. وألمانيا وهي تقود أوروبا وضع شروط قاسية على هذه الدول، تقشف وما إلى ذلك، من أجل إن هذه الدول تتأهل للمستوى الأداء الاقتصادي الأوروبي. نمرة ثلاثة، إن بعض دول أوروبا بتشعر إن سكانها درجة تانية طبقا لبعض الكتابات الأوروبية. يعني مثلا مصنع فولكس فاجن في ألمانيا مرتبات العمال فيه غير مرتبات مصنع فولكس فاجن في تشيك، رغم إن دي أوروبا ودي أوروبا والاتنين أعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنما العامل أو المهندس الفولكس فاجن في تشيك بياخد تلت الراتب اللي بياخده نفس العامل اللي بيأدي نفس العمل في نفس المصنع اللي موجود في ألمانيا، وبالتالي في شعور إن في أوروبيين درجة أولى وأوروبيين درجة تانية. أيضا اليمين المتطرف اللي هو موجود في فرنسا، في النمسا، في ألمانيا نفسها، في دول كتيرة، هو يمين معادي للاتحاد الأوروبي، ومع تفكيك أوروبا وعودة العملة المحلية الوطنية وعودة الحدود والسيادة الوطنية، دول مع فكرة الدولة ضد فكرة القارة الأوروبية. أفكارهم مش أممية ولا قارية، وإنما أفكار قومية ضيقة وأفكار وطنية، إن الكل يرجع إلى حدود بلده الأولى. دول كلهم عنصر ضغط على الاتحاد الأوروبي، ودول كمان غاضبين من صعود القوة الألمانية. في مراكز دراسات بتقول أن البريكست، خروج بريطانيا من أوروبا، ده بداية حجر الدومينو، دي مش أول بلد هتخرج، إنما بعد كده في ترشيح ممكن تكون المجر أول بلد بعد بريطانيا تخرج من الاتحاد الأوروبي، ممكن تكون المجر، النمسا ممكن تكون تاني دولة بعد المجر تخرج من الاتحاد الأوروبي. وبالتالي يبقى أنت عندك ورا بعضه كده بريطانيا ثم المجر ثم النمسا، وده ممكن يؤدي إلى تفكك الاتحاد الأوروبي. في رؤية متشائمة، الاتحاد الأوروبي هيتفكك مش هيصمد، والأمريكان مش حريصين على بقاء الاتحاد الأوروبي، حريصين على بقاء الناتو كآلية عسكرية،
انما البعض بيقول ان الاتحاد الاوروبي واجه مشاكل كتيره جدا، تحديات كبيره جدا. قياده المانيا او المحور الالماني الفرنسي لاوروبا يقدر يتجاوز كتير جدا من العقبات، وتقدر اوروبا تكون اقوى في المستقبل مما هي الان. المانيا قويه ام المانيا اقل قوه؟ ايهما في مصلحه اوروبا؟ هل تكون بريطانيا اخر اول واخر من يخرج من الاتحاد الاوروبي، ام ان خروج بريطانيا بدايه خروج اخرين؟